طيب خليني أروح للخبر التالي. قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة بمواصلة إفاد لجان تفتيش مكثفة وموسعة إلى عدد من المحافظات لرصد وضبط الكيانات الغير شرعية التي يعني تزاول نشاط العمرة والحج وتقوم ببيع برامج دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك في أثناء طبعا ذروة موسم العمرة وقبل بدء موسم الحج. الحقيقة ده شيء مهم قوي، خلينا نتابع تفاصيله مع الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار. مساء الخير يا أستاذة سامية. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طيب حضرتك قولي لنا على هذا الموضوع. طبعا احنا خلاص بنستعد لموسم الحج قريبا الشهر المقبل باذن الله، فقولي لنا على ما يحدث وتفاصيل الحقيقه لضبط يعني هذه التصرفات او يعني هذه التجاره الغير مشروعه. حضرتك يا فندم، احنا في الوزاره لاحظنا انتشار اعلانات كثيره جدا على السوشيال ميديا وعلى المواقع انه في كيانات غير مرخصه بتعمل اعلانات انها بتبيع برامج رحلات سياحيه وحج وعمره، وبنراجع بنلاقي ان هي مش حاصله على ترخيص من الوزاره. فاحنا شكلنا لجنه لرد المواقع دي، وشكلنا كمان لجنه ميدانيه تنزل تشوفها على الحقيقه وتعمل محاضر ضبط بالتنسيق مع شرطه السياحه. وفي الحقيقه اللجنه نزلنا محافظات كثيره جدا في خلال الفترة الماضية، بس الشهرين اللي فاتوا 104 كيان، ده كان خاص بالحج والعمرة، غير أكتر من 400 كيان دول بيعملوا كمان برامج سياحية. فطبعا احنا بنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات دي، تحرير محاضر الضبط، التنسيق مع الشرطة وعرض على النيابة العامة، وبالفعل في تم إصدار أحكام قضائية بالحبس وغرامات مالية كبيرة، كمان بنخاطب الضرايب علشان تحاسب الناس دي ضريبيا حفاظا على حقوق الدولة. فيما يخص بالفعل صدرت احكام بالحبس وصدرت احكام بالغرامه، والموضوع يعني بينتشر وبيتوسع واحنا بنوقف مش ساكتين عليه. اتفضلي. والمهم زي ما حضرتك ذكرتي انه كمان الساده المواطنين ينتبهون، لانه احيانا الناس بتقرا مثلا يكون في تخفيض ما او يحسوا ان البرنامج ده تمام او هيبقى مناسب ليهم اكتر، وبعدين في الاخر ما بيبقاش الكلام ده صحيح، او ان هم ممكن يروحوا يلاقوا سراب يعني او ما يسافروش اصلا. يا اما بياخدوا خدمات سيئه جدا. اتفضلي. يا اما بياخدوا خدمه سيئه جدا او ما بياخدوش خدمه خالص وبتكون وقعة نصب. تمام؟ فطبعا بيجي بعد كده يلجا لنا، هو احنا مش مرخصين الكيان ده ومش مراقبينه، فهو هيتبعنا، بنتوجه بقى للشرطه وللنيابه العامه. ده بيضيع حقوق المواطن، فبنقول للمواطنين قبل ما تحجز اي برنامج مع اي حد، راجع موقع الوزاره اتاكد ان هو كيان مرخص، علشان الكيان ده انا او الشركه انا بقدر اتابعها وانا رقيب عليها، والشركه كمان حريصه على انها تقدم خدمه جيده لان دي سمعتها. لكن أكيد. الكيانات دي ما عندهاش حرص على اي حاجه. اكيد. لا، على هي حرصها بس انها تحصل اكبر نقود. طبعا حرصها تجاري بحت يعني. أكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نتمنى أن الناس كلها تنتبه وأنها كلها تتابع وأن ما يضحكش عليهم بشكل أو بآخر ويبقوا عارفين، وللتأكيد ممكن يرجعوا إلى موقع الإدارة المركزية أو إلى الوزارة ويتابعوا كل هذا الكلام بصدق ووعي، يكون في أشياء أكثر صدقا يعني. الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة ووزارة السياحة والآثار، أشكرك شكرا جزيلا.